النقطة اللي بعدها هي مش بعيدة شوية، ولكن هي مرتبطة بالنقطة اللي فاتت. كيف يجب على محامي الشركات المشاركة في الاستعدادات للكوارث الطبيعية والتعامل مع التغيرات المناخية التي تؤثر على الأعمال التجارية؟ وهل للمحامي دور في هذا الشأن؟ شوف، انا كان اخر همي في حياتي كلها ان انا هنشغل بالتغيرات المناخيه والكوارث، واقول ايه ده، ايه علاقتي بيها؟ ما كفايه الدنيا لما بتمطر والسيول بتنزل عندنا في بلادنا، الدنيا بتتقفل وكده، فدي كارثه لوحدها اصلا. دي مش كارثه مناخيه، كارثه مناخيه جامده بس على المستوى المحلي. لكن بصراحه انا هقول لك قد ايه الموضوع ده بقى، احنا بنتكلم بس الفرد بتاعنا ايه يا جماعه مره تانية، عشان انا عارف ممكن يكون في معظمنا ممكن يقول لا انت بتتكلم من برج عاجي، ده حاجه مش بتاعتنا، دي في حته تانيه. لا، الفرصه بتجيلك في لحظه، مكانك واستشارتك ورايك بيطلب في لحظه، في اجتماع، في مؤتمر، ممكن تحصل على عقد كبير، على استشاره ضخمه، لو انت اثبتت وعيك وفهمك والمامك لهذه التحديات. وحتى لو ما كانش عندك الاجابه، بس يكفي المامك ان في مشكله هنا ومتعلقه بالصناعه دي وبهذا القطاع، فانت هيكون عندك مشكله، فمن المهم ان انت تتعاقد معايا انا كمكتب موجود محلي او مكتب محاماه، اقدر اقدم لك اعطيك الخدمه دي. فباستمرار احنا الفرد بتاعنا ايه، وهرجع اكد تاني عشان اللي انضم لينا او اللي ما كانش مركز معانا، انا بتكلم من فئتين، الناس اللي شغاله داخل الشركات نفسهم اللي هم المستشارين الداخليين، او ان احنا كمكاتب محاماه بنقدم خدمات لهذه الشركات. طب انت عارف اخر 2023 جت الاداره الوطنيه للمحيطات والغلاف الجوي الامريكي اللي اسمها نوا، انتوا عارفين حصل 25 كارثه مناخيه حصلت فيها خسائر ما تقلش عن مليار دولار لكل كارثه، ودي كانت حصلت طبعا في الولايات المتحده الامريكيه. وان بيقولوا ان العدد ده هيزداد اكتر في 2024. طيب حد عنده اي خلاف ان احنا مناخنا بيتغير؟ احنا شفنا، احنا بنشوف طول السنه دلوقتي كلها في اسبوع واحد، بنشوف الشتاء والحر والغبار وكل حاجه بتحصل في نفس الوقت، ونشوف في فصول الصيف الشديده قد ايه الحراره الجامده بتحصل، لدرجه ان هم بقوا يقطعوا الكهرباء ويخفضوا المازوت. على فكره ما دي تغيرات مناخيه احنا كنا بنسخر منها او بنروح بيها باستهزاء، لكن ده واقع. لما حصلت بقى في حراره شديده جدا، بقى في اضطرابات شديده حتى في السفر الجوي، بقى في حرائق في الغابات، بقى في جفاف، بقى في اعاصير، بقى عندك فيضانات، بقى عندك عواصف رعديه، عندك الانفجارات المتعدده اللي بتحصل في القاره القطبيه الشماليه، كل ده بقى كتير واكتر من اي وقت اخر. طب انا بقى يعني لو انت الموضوع ده كله ما بيهمكش، او ده لو انا شغال في الشركه، اول حاجه يكفيني جدا ان انا افكر عن تكاليف التامين دي لوحديها، يعني وثائق التامين وعقود التامين بتاعتي، ده سبب لوحده كافي بالنسبه لي ان انا اركز في الازمه المناخيه، لان ده هيغير بشكل كبير جدا شروط وثائق التامين بتاعتي، واشوف ايه التكاليف اللي هقدر اغطيها عشان اغطي والله انهيار بيحصل او تدفق او سيول حصلت فجاه او انخفاض. انا لازم بالنسبه لي ده يكون عندي اراجع شروط التامين بتاعتي واشوفها بشكل، عشان ناهيك بقى عن ارتفاع في اي تكاليف ممكن تحصل، او انخفاض في المبيعات، او نقص في الغذاء، او سلاسل الامدادات بتاعتي. كل الكلام ده يا عمر هيختلف معايا بشكل كبير جدا. بلاش ده، خد لو انت بتشتغل في موقع في سيناء، ولا في العالمين، ولا في راس الحكمه الجديده، او الحاجات اللي انت عارفها دي كلها، وحصلت التغيرات المناخيه دي، طب اثر ده على القوى العامله اللي بتشتغل في الموقع بتاعك، والعماله بتاعتك اللي موجوده، وعلاقات المفروض التامين اللي انت المفروض تامنها لهم، وارتفاع التكلفه، ولو انت بتخزن او بتحط، انت مطالب ان انت تعمل عقود متعلقه بالكولينج والتبريد بشكل مختلف، والصيانات بتبقى بشكل اكتر، كل ده ليه؟ طب انا اهم، احنا مالنا ومال الكلام ده كله؟ ما الكلام ده في ناس في الشركه بتشتغل وبتعرف. ما قلنا يا عزيزي دورك القانوني تطور، وانت لازم بتنشغل بكل حاجه عشان تبقى انت مسؤول دلوقتي، يا الا مش هتقدر تشتغل كمحامي شركات، لان الشركات ما بتدورش على المحامي التقليدي اللي بيقدم الحلول القانونيه، لا انت عايزك تكون موجود عندنا. فهنا
يعني اعمل ايه؟ انت عايزني اعمل ايه؟ ببساطه شديده جدا، انت لازم تكون جزء من الفريق اللي بيفكر في الكوارث في الشركه دي، او انت دايما لو بتقدم خدمات لشركه اطلب ان انتوا يا جماعه لما تقعدوا تناقشوا المشاكل دي ادعوني للاجتماع، ومش لازم تاخد فيها اتعاب لان يكفي ان انت بس تعرف او تكون ملم بالتحديات دي عشان تروح مكتبك وتقدم حلول وتدور بقى فين عرض القيمه اللي تقدر تقدمه للشركه دي او لغيرها عشان تخلي حياتها اسهل او تقودها بقى في مرور امر صعب من الحاجات اللي زي دي. لما تركز على قضايا المتعلقه بالتوريد والسبلاي تشين، عفوا سلاسل التوريد والامور دي كلها، وتبدا تعدل العقود بتاعتك محتاجه تتعدل او تعمل عقود جديده او تغير اماكن، كل ده بيفرق بشكل كبير جدا. وهتشوف مين الموظفين اللي ممكن بيتاثروا بالطقس اكتر، انت ممكن ناس ما يجوش اصلا يشتغلوا عندك بسبب الحراره الشديده. فدي كلها امور مهمه جدا 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 يا عمر، بتاثر بشكل او باخر. قد تبدو للبعض ان هي مش عمليه او لكن ان اتقنها، مش هقول لك بقى تكون خبير فيها، بس فقط تلم باثارها وتداعياتها، وشوف ايه اللي ممكن يحصل لو قعدت في لقاء او في اجتماع او في ويبينار او في منتدى وتناقش الكلام ده وكان ليك رؤيه مختلفه، لان انت اللي على الارض وانت اللي عارف الاجراء وعارف القوانين البيئيه وعارف التشريعات بتاعتها، وقلت الكلام ده بينفع الكلام ده مش هينفع، انتوا عندكم تحدي على الارض. ده تحدي، وطريقه التعامل معاه فيما يتعلق بالكوارث اللي لو شفت قد ايه بقى ان هي ممكن بتفرق معانا كمحامين، سواء كنا احنا بنقدم الخدمات او احنا داخل هذه الشركات. دي فيما يتعلق بهذه النقطه. إيه أنا...